أبناء الطلبة والطالبات، طلبة الصف الأول الثانوي إن شاء الله، صف أول ثانوي. أنتوا واخدين بالكم من عنوان؟ هناخد النهاردة الدرس الثاني في الجبر، اللي هو تحديد نوع جذري المعادلة التربيعية. بسم الله نبدأ، وعلى بركة رسول الله نبدأ إن شاء الله. العنوان بتاع الدرس تحديد نوع جذري المعادلة التربيعية، ده الدرس الثاني في الجبر. هنشتغل إن شاء الله الدرس الثاني، وفي الفيديو اللي جاي اللي هو هيبقى ناخد الدرس الأول في الهندسة إن شاء الله. طبعا انتوا كلكم عارفين، واذكركم المعادلة التربيعية اللي هتبقى على صورة ألف سين تربيع زائد باء سين زائد جيم بتساوي صفر. ألف اللي هي معامل السين تربيع، والباء اللي هي معامل السين، والجيم اللي هي الحد المطلق، والمعادلة ديت لازم اخليها صفرية، يعني كل الحدود في طرف وطرف صفري او بتساوي صفر. ألف وباء وجيم اعداد حقيقية يعني بتنتمي لها، وشرط ان ألف لا تساوي الصفر، لان انتوا عارفين لو الألف ساوت الصفر ده معناته الحد ده مش موجود، ده معناته المعادلة تحولت لباء سين زائد جيم بتساوي صفر، ما بقاش معادلة تربيعية، بقت معادلة ايه؟ خطية. طيب يا اما يقول لي ألف لا تساوي الصفر، او يقول لي ألف بتنتمي لحاء ستار، دي معناها حاء ستار اللي هي حاء فرق الصفر. لو ما انتش متذكرين حاء ستار اللي هي ديت اللي هي بتساوي حاء فرق العدد الصفر، هي هيها. لو قال لي ألف لا تساوي الصفر ماشي، قال لي ألف بتنتمي لحاء ستار ماشي، مفيش مشكلة في الكلام ده. طيب هنعيد تاني المعادلة التربيعية اللي هي ألف سين تربيع زائد باء سين زائد جيم بتساوي صفر. طبعا احنا خدنا قبل كده ازاي انا بجيب جذور المعادلة، واذكركم مرة تانية بجيب جذورها يا اما بالتحليل، بنوجد جذور المعادلة كنا بنقولها بالتحليل، ولو ما كنتش بقدر احلل كنت بجيبها بالقانون العام. واذكركم بالقانون العام اللي هو سالب باء موجب او سالب الجذر التربيعي لباء تربيع ناقص اربعة الف جيم على اتنين الف، وكنت بجيب الجذرة. وطبعا انتوا كلكم عارفين، واذكركم مرة تانية، ان الجذران عبارة عن نقط تقاطع المنحنى مع محور السينات. وبقدر اقول برضو في الجذران بتبقى ص بتساوي ايه؟ الصفر، وهي قيم سين اللي بيبقى عندها صاد في المعادلة بتساوي صفر، مش في المعادلة في الدالة عامة. ده القانون، سالب باء موجب او سالب الجذر التربيعي اللي باء التربيع ناقص اربعة الف جيم على اتنين الف. كنت بطلع الجذران، وانتوا كلكم كنتوا بتشوفوا الجذران، وباجي اشوف الجذران هلاقيهم احتمالات الجذرين يطلعوا ايه، هلاقيهم ممكن يطلعوا عددان حقيقيان مختلفان، يعني كان يطلع خمسة وثلاثة أربعة وسبعة مثلا، عددان حقيقيان مختلفان. كان ممكن يطلعوا عددان حقيقيان متساوية، وكان ممكن ألاقي الجذران عبارة عن عددان مركبان تخيليان، يعني في الحالة ديت كنت بسموهم غير حقيقية. ده الاحتمالات الثلاثة اللي كانت بتطلع لي في التحليل أو بالقانون، يا إما يطلع لي عددان حقيقيان مختلفان، يا إما عددان حقيقيان متساويان، يا إما عددان مركبان. وطبعا انتوا عرفتم الجذران لما بيبقوا عددان مركبان بيبقى عدد ومرافقه، يبقى الجذران عبارة عن عدد ومرافقه. طيب انا عايزه احكم على الجذران، ان هل هما حقيقيان مختلفان، هل هما حقيقيان متساويان، هل هما مركبان، من غير ما احل المعادله لا بالقانون ولا بالتحليل. ايه العلامه اللي بتوضح لي نوع الجذرين بدون التحليل، اللي هي حاجه بدون ايجاد الجذور نفسها، حاجه اسمها ايه؟ المميز. حتى كلمه المميز
يعني شيء بيميز لي الجذران، هل هما مختلفان ولا متساويان ولا مركبان؟ ايه هو المميز؟ هو الجزء اللي تحت الجذر التربيعي اللي في القانون، الجزء اللي تحت الجذر التربيعي اللي هو عبارة عن باء تربيع ناقص 4ا ج. يبقى المميز اللي هو باء تربيع ناقص 4ا ج، ده هو اللي بيوضح لي انواع الجذور. ازاي بيوضح لي انواع الجذور؟ بجيب المميز وبحسبه. لو المميز طلع عندي اكبر من الصفر معناته ان هو عدد موجب، يبقى في الحالة دي بقول ان الجذران حقيقيان مختلفان، ده رقم واحد. طيب لو المميز قيمته طلعت بتساوي الصفر، يبقى انا عندي هنا الجذران حقيقيان متساويان، او بقولها متساويان على طول، هما كده كده حقيقيان. لو طلع عندي هنا المميز رقم 3، المميز اصغر من الصفر يعني عدد سالب، يبقى الجذران هنا مركبان، يبقى الجذران مركبان يعني غير حقيقيه. نلخص الكلام اللي احنا قلناه مره تانية واقول المميز مرة تانية عشان ما تنسوش، لان بيجي عليه اسئلة كتير في الامتحان. المميز انتوا عارفين اللي هو باء تربيع ناقص 4ا ج، له 3 احتمالات. لو لقيته عدد موجب يعني اكبر من الصفر، لو لقيته بيساوي الصفر، لو لقيته عدد سالب يعني اصغر من الصفر. في حالة العدد الموجب بقول ان الجذران اللي عندي حقيقيان مختلفان، لو لقيته بيساوي الصفر يبقى متساويان، لو لقيته عدد سالب اصغر من الصفر يبقى الجذران مركبان مترافقان. مركبان طبعا انتوا عارفين ايه عدد مركب، يعني فيه جزء حقيقي وجزء ايه تخيلوا فيه التاء. تمام كده؟ كده تمام. في عندي هنا ملحوظة هامة عايزاكم تعرفوها كده على طول، ملحوظة هامة، امتى المعادلة ا س تربيع زائد ب س زائد ج بتساوي صفر يكون لها جذران نسبيان؟ امتى اقول ان جذرها نسبيان؟ طبعا كده حاجة تالتة او حالة رابعة، لا اقدر اقول ان هما حقيقيان مختلفان ولا متساويان ولا مركبان، اقدر اقول ان هما عددين ايه؟ عددين نسبيان. امتى اقدر اقول الكلام ده؟ اذا كان رقم واحد المعاملات الف وباء وجيم اعداد نسبية، ده الشرط الاول. الشرط الثاني ان المميز باء تربيع ناقص 4ا ج يطلع مربع كامل، يساوي مربع كامل. يعني ايه يا مس مربع كامل؟ يعني بيطلع لي عدد مربع زي 4 مثلا 49 25 64، يطلع لي مقدار مربع. مقدار مربع يعني زي ايه مقدار مربع؟ مثلا يعني ألف زائد باء كل تربيع، يطلع لي مثلا ألف تربيع زائد 2 ألف باء زائد باء تربيع، ده مربع كامل وده مربع، عدد مربع. يطلع لي مثلا هاء تربيع، يطلع لي لام تربيع، أي حاجة تربيعية، يبقى في الحالة دي بقول إن هو عبارة عن مربع كامل. يبقى إذا الجذران بيبقى عددان نسبيان. دي بتيجي كتير في الاختيارات، يعني ملحوظة هامة، ملحوظة مهمة أهي. امتى الجذران يكونوا نسبيان؟ اذا كانت الاعداد او المعاملات الف وباء وجيم اعداد نسبية. طبعا افكركم بالعدد النسبي على السريع، هو عدد العدد النسبي
حاجة انت اخدناها في الاعدادي، عدد بحطه على صورة الف على باء، يعني على صورة بسط على مقام، بحيث ان المقام باء لا يساوي صفر. ده العدد النسبي. مواصفاته بيبقى عدد يا اما عدد كسري يا اما عدد صحيح، المهم ان هو عدد بيبقى خارج من تحت الجذر ايه؟ التربيع. عدد بيخرج من تحت الجذر التربيع. يبقى انا عندي هنا العدد النسبي اللي انت خدتوه في اولى اعدادي عباره عن عدد اقدر احطه على صوره الف على باء، يعني بسط على مقام والمقام لا يساوي الصفر، وعدد بيخرج من تحت الجذر ايه؟ التربيع. هنكمل بقى التمارين. عين نوع جذري المعادلة. س تربيع ناقص 7 س زائد 10 بتساوي صفر. هبص على المعادلة لو كانت مترتبة، يعني س تربيع بعدين س بعدين الحد المطلق بتساوي صفر، اشتغل على طول بحدد قيمة الألف. واحد، وعندي هنا الباء بالسالب 7 والجيم هتساوي 10، واجيب المميز اللي هو باء تربيع ناقص 4 ألف جيم هتساوي باء تربيع 49 ناقص 4 في ألف بواحد وجيم بعشرة، واحد في عشرة بعشرة، يبقى ديت 49 ناقص 4 في 10 بـ40، يبقى الناتج هيطلع لي 9. احكموا على الجذرين عبارة عن، طبعا هنا الناتج أكبر من الصفر، 9 ديت أكبر من الصفر، معناه إن هما جذران حقيقيان مختلفان. بس انتوا شطار ما شاء الله عليكم، ممتازين ولماحين. بصوا كويس على المميز طلع لي ايه، واحكموا لي كده على حاجه كمان احنا نكون متابعينها واخدين بالنا ومنتبهين قوي واحنا بنحل. صح انا كلامي مش صح؟ كلامي مش غلط اللي انا قلته، ان عندي هنا المميز طلع 9 اكبر من الصفر، يبقى اذا الجذران حقيقيان مختلفان صح. بس في حاجه كمان تاخدوا بالكم منها، لو انتوا بصيتوا للمميز لقيتوه عباره عن العدد 9، وانتوا عارفين الوقت ان المميز لو طلع مربع كامل يبقى انا اقدر احكم على الجذران ان هما نسبيان، يبقى في الحاله ديت الجذران حقيقيان مختلفان وكمان ايه؟ نسبيان. خدوا بالكم، وعايزاكم تبقوا ما شاء الله مركزين واخدين بالكم من المعلومات كويس، وبتحللوا كل حاجة قدامكم عشان تبقوا منتبهين وما فيش حاجة تفوتكم. ناخد المسألة اللي بعد كده. 4 س تربيع ناقص 12 س بتساوي سالب 9. المسألة دي جاهزة ان انا اجيب المميز؟ لا مش جاهزة، لانها مش صفرية. هخليها صفرية ازاي؟ هنقل سالب 9 الطرف الثاني بإشارة مختلفة، يعني بإشارة موجبة. يبقى انا عندي هنا 4 س تربيع ناقص 12 س زائد 9 تساوي صفر. على طول عندي الالف ب4 والباء بسالب 12 والجيم بتساوي 9. هجيب المميز اللي هو باء تربيع ناقص 4 الف جيم تساوي باء تربيع، يعني سالب 12 تربيع، سالب 12 تربيع ناقص 4 في الف ب4 في 9 يساوي سالب 12 تربيع ب 144، وادي اشاره سالبه، 4 في 4 ب 16، 16 في 9 ب 144، يبقى ده هتساوي صفر. المميز بيساوي صفر، يبقى انا عندي الجذران حقيقيان متساويان. الشاطر يقول على طول لما يبقوا الجذران حقيقيان متساويان، يبقى انا عندي هنا المنحنى بتاع الداله ده هيقطع محور السينات في كام نقطة؟ في نقطة واحدة بس. طب شكل المنحنى ازاي؟ هقول لكم شكل المنحنى بيبقى بالمنظر ده كده، وبيقطع محور السينات في ايه؟ في نقطة واحدة. طب هنا المنحنى ده اللي يقطع محور السينات في ايه؟ في نقطتين. نكمل المسألة الأخيرة. س تربيع زائد 4 س زائد 5 بتساوي صفر. هجيب أنا المميز باء تربيع. بس قبل ما أجيب المميز ما تنسوش ان احنا نبقى مرتبين في الحل كويسين عشان ما تقفش معانا حاجة. هقول انا الف بواحد وباء باربعة وجيم بتساوي 5. المميز عندي اللي هو باء تربيع ناقص 4 الف جيم هيساوي باء تربيع 4 في 4 ب 16 ناقص 4 في 5 في 1 ب 20. الناتج يديني ايه؟
سالب 4. ممتازين ما شاء الله عليكم. طبعا هنا سالب 4 دي عدد اصغر من الصفر عدد سالب، يبقى في الحالة دي عندي طالما المميز اصغر من الصفر يبقى انا عندي الجذران مركبان او تركيبيان، يعني غير حقيقية. انتوا كده ما شاء الله عليكم كده فهمتوا معايا تحديد نوع جذري المعادلة. هناخد المسألة الاخيرة. اذا كان جذر المعادلة س تربيع ناقص ك س زائد 2 ك ناقص 4 س زائد 5 متساويان، الجذران متساويان، يبقى انا اهم حاجه عندي حاجتين، المعادله ارتبها اظبطها واشوف انا عندي الجذران ايه متساويان. هاخد على متساويان خط وترجمه كلمه متساويان يعني ايه، طالما الجذران متساويان يبقى اذا المميز بيساوي صفر، يبقى كلمة متساويان بتعني ان المميز عندي بيساوي صفر. تمام، تعالوا نكتب المعادلة ونرتبها. عندي هنا س تربيع ناقص ك س، وهنا سالب 4 س، طبعا الاثنين دول يتجمعوا على بعض لان ديتي معاملات س. طب الحد الخالي من س اللي هو اسمه الحد المطلق اللي هو 2 ك و5. يلا نرتب المعادلة ونجمعها. يبقى انا عندي هنا س تربيع، هاخد الاعداد اللي مضروبة في س اللي هي سالب ك وسالب 4، يبقى انا هقول هنا سالب ك سالب 4 دي مضروبه في الستين، يبقى هي دي معامل الستين. طب الحد الخالي من الستين اللي هو 2 ك وموجب 5، يبقى انا اقول زائد هنا 2 ك زائد 5 واقول يساوي الصفر. كده بقى الصفريه، يبقى انا عندي هنا معامل الستين تربيع 1 ومعامل الستين سالب ك ناقص 4 والحد المطلق 2 ك زائد 5، وبقى انا بحددها وبظبطها عشان تاخدوا بالكم. عندي هنا الألف هتساوي 1 والباء هتساوي سالب كاف سالب 4 والجيم عندي هتبقى 2 كاف زائد 5. وأنا عرفت إن المميز بيساوي صفر، ده معناتها إن باء تربيع ناقص 4 ألف جيم بيساوي صفر. يلا معايا، باء تربيع ليها سالب كاف ناقص 4 تربيع، سالب ك ناقص 4 تربيع ناقص 4 في 1 ب 4 في 2 ك زائد 5، دول هيساوي صفر لان قال لي ان الجذران متساويه. هفك انا ديتي ان شاء الله، بس هشيل انا الجزء اللي فوق، هشيل الجزء اللي فوق، هكمل انا اللي هي سالب ك سالب 4 تربيع ناقص 4 في 2 ك زائد 5 بتساوي صفر، افكها اهي، سالب ك سالب 4 لكل تربيع ناقص 4 في 2 ك زائد 5، انا عايزه اجيب من دي قيمه ال ك. يلا القوس المربع اذكركم بيه ازاي انا بفكه، وخدوا بالكم كويس القوس اللي عليه تربيع بفكه ازاي، المربع الاول زي المربع الثاني والاول في الثاني في 2 ثاني، مربع الاول مربع الثاني الاول في الثاني في 2، وهنا القوس مضروب في 4. يلا مربع الاول سالب ك تربيع بكاف تربيع زائد مربع الثاني سالب 4 تربيع يعني سالب 4 في سالب 4 ب 16، الاول في الثاني في 2 سالب في سالب بموجب ك في 4 ب 4 ك في 2 ب 8 ك، هنا القوس دهوتي مضروب في سالب 4 يبقى سالب 4 في 2 ك بسالب 8 ك، سالب 4 في 5 بسالب 20 تساوي، عندي موجب 8 ك وسالب 8 ك يروحوا مع بعض، يبقى هنا ك تربيع اهي، موجب 16 ناقص 20 عددين مختلفين في الاشاره، بحط اشاره الكبير بتاعهم سالب واطرح، بحط اشاره كبيرهم وبطرح، يبقى سالب اهي و20 ناقص 16 هتبقى ايه 4، ده بتساوي صفر، ده معناتها ان ك بتساوي 4، ك تربيع بتساوي 4، باخد الجذر التربيعي للطرفين هتديني ك بتساوي موجب او سالب 2، وده قيمه الكاف. اروح للاختيارات عشان اختار 3 موجب او سالب 4 موجب او سالب 2 1، يبقى الاختيار الصح بتاعي موجب او سالب 2، وهي دي الاجابه الصح. ونستكمل ان شاء الله باقي التمارين. ناخد تمرين رقم 1. إذا كان لام وميم عددين نسبيين، أثبت
أن جذري المعادلة لام س تربيع زائد لام ناقص م في س ناقص م بتساوي صفر عددان نسبيان. انتوا كلكم ما شاء الله عليكم ممتازين دلوقتي، وهتقولوا لي امتى اثبتهم ان هما نسبيان؟ امتى اثبتهم ان هما نسبيان؟ اذا لقيت المميز يساوي مربع كامل. اقدر احكم على الجذران ان هما نسبيان اذا كان المميز مربع كامل. اجيب المميز واشوف. انا هجيب المميز اهو اللي هو عبارة عن باء تربيع ناقص اربعة الف جيم. يلا فين الباء عندي؟ اللي هي معامل السين لام ناقص م، يبقى لام ناقص م الكل تربيع ناقص اربعة في الف اللي هي لام في جيم اللي هي سالب م، يبقى السالب هتضرب في السالب دياتي هتبقى موجب م، واشوفها بتساوي ايه. اقولها تاني، هجيب انا المميز. لو طلع عند المميز عدد مربع كامل او مقدار مربع كامل في الحالة دي هحكم على الجذران ان هما نسبيان. طب اشوف، انا هجيب المميز اللي هو باء تربيع ناقص اربعة الف جيم واشوف. باء عندي بلام ناقص ميم تربيع، يبقى كل تربيع هضرب سالب اربعة في الف في جيم، يبقى سالب اربعة في لام في سالب ميم بموجب اربعة لام ميم يساوي. طبعا انا عندي هنا لام ناقص ميم وكل تربيع اهي، هفك انا لام ناقص ميم الكل تربيع وشوفوا فكها ازاي. مربع الاول لام تربيع، مربع التاني موجب ميم تربيع، الاول في التاني في اتنين باتنين لام ميم، بس انا هكتبهم لكم مترتبين عشان ما تتلبخوش معايا، هكتبهم تاني يكونوا مترتبين زي ما انتم متعودين على المقدار. هقول انا مربع الاول لام تربيع، مربع التاني زائد ميم تربيع، الاول في التاني في اتنين بسالب اتنين لام ميم. تمام كده، ده فك قوس المربع اللي هو المربع الكامل، زائد اربعة لام ميم هجمع عندي لام تربيع مش حاجة تتجمع عليها، سالب اتنين لام ميم وموجب اربعة لام ميم مختلفين في الاشارة، بحط اشارة الكبير موجب واطرح اربعة ناقص اتنين باتنين لام ميم زائد ميم تربيع. وكلكم تلاحظوا اللي انا طلعته، لام تربيع زائد اتنار زائد اتنين لام ميم زائد ميم تربيع، دي دي عدد مربع ودي عدد مربع، والحد الوسطاني الاول في التاني في اتنين، يبقى المقدار ده عبارة عن مقدار ثلاثي مربع كامل. ده عبارة عن ايه؟ مقدار ثلاثي مربع كامل، مربع كامل اللي انتوا كنتوا بتاخدوه في الاعداد، المقدار الثلاثي مربع كامل. هقوم محللها لقوس وعليه تربيع، جذر الاول لام، جذر الثاني ميم، وشرط الحد الوسطاني موجبه. يبقى انا عندي هنا المميز طلع مربع كامل، يبقى في الحاله دي العددين ايه؟ نسبيان. يبقى اذا الجذران نسبيان اهي، ده اللي هو ايه عايزه وطالب ان انا اثبته. تمام كده، يلا نكمل ناخد بعد كده تمرين بالطريقة الجديدة، بطريقة امتحان التابلت وطريقة الاختيارات اللي انت هتحلوا بها دايما، فدايما نبقى معوداكم عليها وايديكم ماشية فيها، وتبقوا ما شاء الله ممتازين وتجيبوا درجات نهائية بإذن الله، وامشوا معايا واحدة واحدة وبالراحة وبهدوء. الرياضيات عامة بتحب انك تكوني مركزة ومتأنية وهادية خالص وانت بتحلي، مش مرتبكة مش مرتبكة خالص، وبالراحة هدوء 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 واحنا بنحل. يلا ابنائي وبناتي ربنا يوفقكم جميعا ونكمل. جذر المعادله س تربيع ناقص 2 جذر 5 س زائد 1 بتساوي صفر. طبعا انتوا كده ملاحظين المعادله مترتبه وبتساوي صفر، هجيب جذرها منين؟ هجيب جذرها من المميز، والمميز عندي انتوا عارفين اللي هو عباره عن باء تربيع ناقص 4 ا ج بتساوي. بس انا عايزه اوضح لكم عشان احنا ننب واحنا ماشيين نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه. هجيب الاختيارات وافسرها، امتى المعادله دي يكون لها جذران حقيقيان نسبيان؟ اذا كان المميز مربع كامل. تمام، طب امتى يكونوا غير حقيقيان؟ اذا كانوا مركبان يعني تخيليان. تمام، طب امتى يكونوا حقيقيان متساويان؟ اذا كان المميز بيساوي الصفر. شطار ممتازين. طب امتى يكون الحقيقيان
حقيقيان وغير نسبيان، حقيقيان عاديان يعني، حقيقيان وغير نسبيان امتى؟ اذا كان المميز اكبر من ايه؟ من الصفر. تمام كده، يبقى انا كده عرفت الاربع اختيارات وعرفت انا بحل بهم ازاي، ولما اجيب المميز اقدر احكم على انا اختيار منهم ازاي. انا كده شاطره وفاهمه وعارفه انا ماشيه ازاي وبعمل ايه، فكده يبقى تمام قوي ونجيب المميز. فانا عندي هنا الف اهي بواحد، باء بسالب اتنين جذر خمسة، وجيم بواحد. يلا نعوض، يلا شطار. ألف باء تربيع عندي سالب اتنين جذر خمسة تربيع، هرب اتنين جذر خمسة في اتنين جذر خمسة اهي، سالب اتنين جذر خمسة تربيع ناقص أربعة في ألف بواحد في جيم بواحد يساوي. يلا ضربوا اتنين جذر خمسة، طبعا السالب سالب في سالب بموجب معروف، اتنين جذر خمسة في اتنين جذر خمسة، اتنين في اتنين باربعة، وجذر خمسة في جذر خمسة بخمسة، اربعة في خمسة بعشرين، ناقص اربعة في واحد في واحد باربعة، يبقى بتساوي ستاشر. الله على الحل الجميل ده، الستاشر طلعت لي ايه؟ هتقولوا لي على طول انتوا ممتازين، تقولوا لي مربع كامل يعني عبارة عن أربعة في أربعة. يبقى إذا الجذرين لازم يكونوا إيه؟ لازم يكونوا حقيقيان نسبيان. فين فين الاختيار أهو؟ يبقى هو ده الاختيار الصح، حقيقيان نسبيان. رقم ثلاثة، هناخد إيه كمان مسائل، ثلاث مسائل الاختيارات. إذا كان جذر المعادلة أ س تربيع زائد ب بتساوي صفر حقيقيان مختلفان، فإن نشوف أي من الاختيارات الآتية ده صحيح، بس أنا أهم حاجة عندي ببص المعادلة كويس جدا. أ س تربيع زائد ب بتساوي صفر، لاحظوها معامل س تربيع أ عشان ما يخدعكوش، الباء دي مش معامل س، الباء هنا حد مطلق. بصوا للمعادلة كويس، ما عنديش حد فيه س، معنى كده ان الباء بتاعت المميز بصفر اهو. لا تاني، الف س تربيع زائد باء بتساوي صفر، ما تنخدعوش، الالف بتاعت المميز عندي بالف. تمام، الباء بتاعت المميز عندي بصفر لان ما عنديش حد فيه س هنا، والجيم اللي انا عايزاها بباء، خلين بالكم معايا اهي، الف بالف ما فيش حد فيه سينات، يبقى الباء بصفر. الجيم بتاع الحد المطلق بتاعت اللي هي الباء هنا. قال لي الجذران مختلفان حقيقيان مختلفان، حقيقيان مختلفان يعني المميز اكبر من الصفر. يبقى انا عندي هنا المميز اكبر من الصفر يعني عدد موجب. طب المميز عندي اللي هو ايه؟ باء تربيع ناقص اربعة الف جيم اكبر من الصفر. طب باء تربيع عندي بصفر، طيب يبقى سالب اربعة الف بألف وجيم بباء، يبقى سالب أربعة ألف باء أكبر من الصفر. قولوا أنتوا بقى يا شطار، لو أنا عندي هنا عددين مضروبين في بعض، ده عدد سالب وده عدد معرفوش هو موجب ولا سالب، إمتى العددين دول يتضربوا في بعض يدوني عدد موجب أكبر من الصفر يعني موجب؟ عندي عدد سالب وده ألف باء عدد، عايز أعرف ألف باء ده هيبقى موجب ولا سالب؟ هشوف عدد السالب لو ضرب في سالب يدينا عدد موجب، يبقى لازم تكون أ ب ايه؟ سالبة، يبقى لازم تكون أ ب سالبة. طيب أ ب سالبة يعني ايه؟ أ ب سالبة يعني أصغر من الصفر، فأنا الاختيارات عندي هنا أ ب أكبر من الصفر موجبة، لأ. طب هنا أ بتساوي صفر، لأ. طب هنا أ ب أصغر من الصفر، أيوه هي ديت اللي أ ب أصغر من الصفر، معناها إن أ ب سالبة. دي الاختيارات اللي بتجيلكوا في الامتحان، وكونوا واخدين بالكم منها، دي الإجابة الصح عندي، واخدين بالكم ومركزين عشان إن شاء الله ما تغلطوش في الأسئلة. طيب المسألة اللي بعد كده، إذا كان للمعادلة س تربيع ناقص اتنين جذر اتنين س زائد أ بتساوي صفر، جذران مركبان مترافقان، على طول أقوم حاطة خط على جذران مترافقان مركبان. اهم حاجه عندي مركبان، يعني ايه مركبان؟ يعني غير حقيقيان، يعني المميز اصغر من الصفر. تمام، اقول انا هنا المميز اصغر من الصفر. طيب المميز عندي اللي هو ايه؟
باء تربيع ناقص 4 ألف جيم أصغر من الصفر. فين عندي هنا الباء اللي هي سالب 2 جذر 2، يبقى سالب 2 جذر 2 تربيع ناقص 4 في ألف بواحد وجيم بألف أصغر من الصفر. تمام، سالب 2 جذر 2 تربيع ربعها لي السالب في سالب وموجب، 2 جذر 2 في 2 جذر 2، 2 في 2 ب 4 وجذر 2 في جذر 2 ب 2 يبقى 4 في 2 ب 8 ناقص 4 ألف أصغر من الصفر. هودي ال 4 ألف في الطرف ده، معناتها هي كده المتباينة هتبقى هنا 4 ألف أكبر من 8. لو انا جبت سالب 4 ألف في الناحيه دي بقت لي هنا 4 ألف اكبر من 8، بس ظبطتها عدلتها، بس هقسم على الأربعة للطرفين يبقى ألف اكبر من 2. الشاطر يقول لي فين فتره ألف اكبر من 2؟ كل الاعداد اللي اكبر من 2 هتقول انت الى الاعداد الحقيقيه اللي هي من 2 الى ما لا نهايه، وانتم ممتازين ما شاء الله عليكم. الما لا نهايه دي بتبقى مفتوحه دائما وما فيش هنا علامة يساوي، معنى كده ان الاتنين دي مفتوحة. هروح اشوف الفترة اللي فيها اتنين وما لا نهاية مفتوحة من بداية الفترة ومن نهايتها فين؟ المفتوح هنا على فكرة ده اهي مفتوحة، المفروض نظبطها. دي اختيار رقم 3 اللي هو اتنين وما لا نهاية مفتوحة، وانا عندي هنا الحالة طلع اتنين وما لا نهاية مفتوحة، يبقى هو ده الاختيار الصحيح عندي، ده الصح. تمام، ناخد اخر تمرين عندي اللي هو بيقول لي اذا كان الف وباء وجيم اعداد حقيقيه. تمام، فان جذري المعادله س تربيع زائد 2 الف س زائد الف تربيع بتساوي باء تربيع زائد جيم تربيع، نوعه ايه بقى؟ ما هو ما ادانيش اختيارات، كملوا كي اعتبروها مساله تكمل ان انا اكمل يعني اكمل. طيب انا عندي هنا لو انتم ملاحظين س تربيع معاملها واحد، تمام. طيب السين معاملها 2 ألف، تمام. أمال إيه بقى هنا؟ ألف تربيع بتساوي بقى تربيع زي جيم تربيع. يبقى في الحالة ديت أنا لازم أخلي أول حاجة المعادلة صفرية، يبقى أنا هقول هنا سين تربيع زائد 2 ألف سين زائد ألف تربيع مفيش فيها سين أهي، وبقى تربيع وجيم تربيع مفيش فيهم سينات، يبقى دول الحد المطلق. بس بقى تربيع هنقلها الطرف ده سالب بقى تربيع، وجيم تربيع هنقلها برضو الطرف التاني بسالب جيم تربيع، يبقى أنتم ملاحظين إن كل دول حد مطلق، ومعامل السين اللي هي 2 ألف ومعامل السين تربيع اللي هي واحد. يبقى انا عندي هنا الالف بواحد والباء ب 2 ألف والجيم اللي هي كل دول، لا جيم عندي اللي هي الف تربيع ناقص باء تربيع ناقص جيم تربيع. طيب انا عايزه هنا المميز اللي هو عباره عن الباء تربيع ناقص 4 ألف جيم المميز، بلاش عشان ما تتلبخوش في الرموز وتقولوا لي الف وباء، بلاش خالص، هكتب انا كلمه المميز باللغه العربيه خالص عادي خالص. يبقى انا هقول المميز اللي هو بيساوي باء تربيع اهي اللي هي 4 الف تربيع ناقص 4 الف جيم، يعني 4 في الف تربيع ناقص باء تربيع ناقص جيم تربيع تساوي ادي 4 الف تربيع، سالب 4 اضربها في القوس ده، سالب 4 في الف تربيع لسالب 4 الف تربيع، سالب في سالب بموجب 4 باء تربيع موجب 4 جيم تربيع. ملاحظين 4 ألف تربيع تروح مع سالب 4 ألف تربيع، إداني الناتج كله إيه؟ 4 باء تربيع زائد 4 جيم تربيع، ده مربع زائد مربع يديني إيه؟ عدد مربع يبقى أنا أقول هنا ان الجذران نسبيان، يبقى الجذران هنا ايه؟ نسبيان. بكده نبقى احنا خلصنا تمارين اللي هو بالطريقه الجديده نظام التابلت نظام الاختيارات، ودربنا على اكتر من تمرين اختيارات. ان شاء الله تكونوا استفدتم من درس النهارده اللي هو تحديد نوع جذري المعادلة إذا كانوا حقيقيان ولا تركيبيان ولا متساويان أو نسبيان. ويا رب تكونوا فهمتوا درس النهاردة، وربنا يوفقكم جميعا وتحققوا كل اللي انت بتتمنوه،
وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد. اللي لسه بيشوفني اول مره في القناه يشترك، يعمل اشتراك ويعمل تعليقات. لو انتم محتاجين شرح بطريقه معينه، محتاجين تمارين، محتاجين حل تمارين، بس حددوا لي التمرين وانا في الفيديو اللي بعد كده هكتب لكم تمرين. او لو انتم حبيتوا تحلوا اي تمرين وانا اشوفه صح وغلط اكتب لكم طبعا في ردود على التعليقات اذا كان صح او غلط. وربنا يوفقكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.